2015 سنة لن ينساها أنصار وعشاق اتحاد العاصمة، كما سيحفظها تاريخ الكرة الجزائرية في سجله الذهبي مع أكبر إنجازات النوادي المحلية والمنتخب الوطني. فالاتحاد وبعد سيطرته بالطول والعرض على المسابقات المحلية، فهو اليوم يصنف نفسه مع عمالقة الكرة السمراء بعد بلوغه المشهد الأخير والختامي من أعرق المسابقات القارية رابطة أبطال إفريقيا من بوابة الهلال السوداني. مناسبتين، الأولى عام 1997 أمام الوداد البيضاوي، والثانية أقصيها فيها على يد أنيمبا النيجيري صاحب اللقب سنة 2003. كل جينيراسيون عندها المستوى تاعها، وين احنا اي فوا 97 كلاسينا بريمي ما رحناش الفينال، كانت هذاك الوقت دو جروب 97 وين الرجاء كازابلانكا فاتونا بيت لعبوا الفينال هما، و 2004 وين لحقنا الدور النصف النهائي وين تسجل علينا هدف في الدقائق الاخيره يعني تقصينا في انيمبا الماتش روتور لهيها وين خسرنا لا دومي فينال. وما يخفالكش باللي حنايا لا نايفتي تسمى الخبره ما كانش عندنا، باسكو علاش كان عندنا لي ناتوش جوار افريكان ولا تشفى رفد لا بال وخدعنا دار لا توش هو لاربيت قال لك جوي عباك في لافريك ما داروا سونتر ماركاو لنا في لي طومور وين اون ايتي اباتو. الجلد راح يكتب يعني التاريخ ب افيك افيك لا بارتيسيباسيون ان شاء الله لا فينال لا تشامبيونز ليغ، ولما لا يتحصل على نظن باللي كاين امكانيات وكاين لاعبين يعني فرديين حتى جماعيين. اخفاق في المنافسات القارية قابله تألق محلي تمكن من خلاله فريق الكهرباء من تزيين خزائن النادي بعديد الألقاب والكؤوس وإسعاد جماهيره التي طالما ساندته في الأوقات الصعبة، ليحصد اتحاد العاصمة الأخضر واليابس في السنوات الأخيرة تألق جعل أنصار الفريق يطالبون بلقب قاري بعد أن شربوا حتى الثمل من كأس التتويج المحلية. كوب دافريك الغاليه بزاف بزاف ونتمنوها كاع تما اللي تيتر كاع عندنا يا خو، تما هذه كاع الغاليه كاع اللي عزيزه علينا بزاف وان شاء الله ندوها يا خو. قالك احنا اخترت احنا دومي فينال يا خو، دخلت الكابا دخلوا منا كانوا شغل ما في جدد كيما نقولوا ما عرفناش بدا في الكوليزا ان شاء الله يا خو هذه ما تروح لناش يا كلش كلش خويا يا سما خصها نجمه برخوي قبلونا العديان اللي تهضر ما يقول لك يا ودي ما عندكمش نجمه ما عندكمش نجمه احنا نديرو سموحنا بربي ان شاء الله احنا نديرو احنا نجمة تاع الصحمة. تمنيات واحلام عشاق الحمراء الى غاية عام 2015. والله لانه خسارة ما نجبين نهضر الله حمد. فبعد أن لعب الاتحاد بكوكبة نجومه من أجل ضمان البقاء في البطولة الجزائرية الموسم الفارط كمعظم فرقي المحترف الأول في موسم جنوني، احتفظ بأسراره إلى غاية آخر الجولات قبل أن يتمكن أبناء سوستارا من ضمان البقاء رسميا في المقابلة الأخيرة بعد إطاحتهم بجمعية الشلف على أرضية ملعب بلوغين. موسم متذبذب محليا أثار جدلا واسعا في معقل النادي العاصمي وطرح تساؤلات كثيرة
حول ما إذا انتهت مدة صلاحيات الإدارة الحالية بقيادة ربو حداد، وهل فعلا احتاج الفريق إلى نفس جديد في رحلته نحو القمة. دوكا نصوبيو ليكيب ديالنا هكذايا، ومن بعد كل واحد اللي قطعت ليك قلت لي اسمه هاد لي جوا نحيوه نقطعوا لهم في الحموم ويروحوا ما بها داير بوح. روح خطينا اخويا، عندك لي ميديا راني نلعب على الهبطه، روح خطينا اخويا. كنا من هاد الماتش هذايا ويروحوا كاع يا اخو، هذا واش نديمو؟ وان شاء الله يا اخو نطلبوا ربي باك كوب دافريك ان شاء الله، رانا تما انا معاهم وندوها ان شاء الله. هذا معك انا داخل الهضره ليكيب ديالنا، انت تروح يا حداد، حنا لا مريحين في ليكيب، حنا نقولوا له يا اخو ما حبيش تخدم، ولا ما حاب تخدم كاين رجال يخدموا في الاسماء. اسئله اجاب عليها الاتحاد سريعا في دور رابطه الابطال الافريقيه، واكد ان ما حدث محليا فرضه جنون احد اغرب المواسم في تاريخ الكره الجزائريه الذي جرى الجميع للعب ورقه البقاء. لتكون الانطلاقة شهر فبري، حيث بدأ الاتحاد رحلته الشاقة المحفوفة بالمخاطر في الدوري التمهيدي، ويتجاوز عقبة فلاح إديفيس التشادية بصعوبة، ويواصل بعدها سلسلة نتائجه الإيجابية، ويقتطع اتحاد العاصمة تأشيرة العبور إلى دوري المجموعات بإقصائه لكل من بكين السنغالي وكالوم الغيني في الدورين 16 و8 المؤهل لدوري المجموعات. تأهل مستحق لاتحاد العاصمة حبس أنفاس عشاقه وأنصاره الذين وجهوا أنظارهم صوب القرعة المنتظرة وما ستفرزه في آخر الخطوات قبل المربع الأخير. قرعة أجبرت الاتحاد لخوض غمار دوري المجموعات بمواجهتين محليتين أمام كل من وفاق سطيف حامل اللقب وفريق مولودية العلمة الجريح الباحث عن تألق قاري يسحب به جراحه المحلية ولو مؤقتا، إضافة إلى مواجهة عربية أخرى طرفها المريخ السوداني. مجموعة نارية استطاع الاتحاد إخمادها بسيل جارف من النتائج الإيجابية، تاركا منافسيه يختنقون بدخان تلاشى ليجد الجميع أبناء سوستارا أسيادا للمجموعة. فبعد رحلة مثالية تمكنت من خلالها الحمرة بقيادة المدرب الشاب مولود حمدي من إسكات المشككين والمنتقدين، بداية بالإطاحة بالوفاق في ملعب 8 ماي بهدفين لهدف، ويواصل السير في السكة الصحيحة، فلا المريخ ولا العلمة ولا حتى حامل اللقب النسر الأسود تمكنوا من الخروج سالمين والإفلات من مقصلة أبناء سوستارا الذين تربعوا على المرتبة الأولى قبل الجولة الأخيرة بعلامة 5/5 وبرصيد 15 نقطة. رصيد مكن الاتحاد من العبور في الرواقي الأول رغم خسارته الأخيرة في السودان بهدف لصفر. الحمد لله الجوار كانوا قد مسؤولية وجابوا لي 5 فيكتوار هادوما، سي غراس او بوبليك اوسي اللي عاوننا بزاف. الحمد لله ان شاء الله اون فا كونتينيو كوم سا ان شاء الله حتى نلحقوا جوسكو بو. الاتحاد في مواجهة الهلال السوداني صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد تيتي مازامبيا الكونغولية، مواجهة نارية أخرى في المربع الأخير قبل المشهد الختامي، حلم أنصار الاتحاد منذ زمن. مواجهة بدأ التفكير بها مبكرا،
كيف لا وعين الجميع على الإنجاز الحلم وتجاوز عقبة نصف النهائي لأول مرة في تاريخ النادي. إلى غاية هنا كل الأمور تسير في أحسن حال، الطاقم والفني، اللاعبون والأنصار في حالة معنوية جيدة انعكست على النتائج المحلية، أين يبقى البلاء الحسن في البطولة. حالة معنوية لم تدم طويلا وتمزقت أشلاء على وقع القنبلة المدوية التي ضربت معقل الاتحاد. يوسف بالليلي مدلل والفريق ومعشوق الأنصار يعاقب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم مزاولة أي نشاط رياضي لعامين كاملين، والسبب بالليلي تعاطى مادة محظورة قبل مواجهة مولودية العلمة في دوري المجموعات. شو الأنصار وراهم؟ والله غير أنا مشوكين، أنا كنت نخدم والله غير حبست الخدمة، أنا مشوكين ماك شوف الأخرى، رانا ملح، رانا عالميين، رانا ملح، عالميين، شو اللي اسمه يلعبوا هكذا؟ الله يبارك، أنا سمعت أني مريض أني مشوكي. المشكلة تاع يوسف البليلي، هذه المشكلة غالق الهاتف النقال يقول كيف، حبوا ولا نكرهوا، دوك الاتحاد يستنى كلش. قضية أثارت جدلا واسعا وأسالت الكثير من الحبر بين متعاطف مع اللاعب ولائم لمحيطه ومسيري فريق اتحاد العاصمة. فاللاعب والشاب صاحب الأجر الأعلى في البطولة بعد أن كان في وقت قريب مستقبل الكرة الجزائرية، والكل ينادي بضمه للمنتخب الأول ومنحه مكانة مع رفاق أبراهيمي، تحول إلى فضيحة. انا شخصيا اتمنى ان شاء الله عودة قريبا للعب يوسف بليلي باسكو سي تانغاشي بو الفوتبول ناسيونال. تاكلي في دار ودقيقه وحده لك ما يصبر، شوفها وعايش نحلوها والغور. فكيف يعقل للاعب اعتبر في وقت قريب جدا أنه من الأشياء الجميلة النادرة في البطولة المحلية، هو الذي أعاد الأمل لعشاق الكرة الجميلة التي غابت عن ملاعبنا في السنوات الأخيرة. كيف يعقل أن بين ليلة وضحاها يتحول معشوق الملايين إلى حديثي العام والخاص، ليس لإنجاز محقق أو لهدف خيالي كالذي عودنا عليه صاحب الرقم 10، بل لفضيحة سوداء. فاللاعب الذي صال وجال وأرهق المنافسين وأتعبهم لم يستطع الإفلات بحركاته الخاطفة من رادار الكاف، تاركا وراءه حسرة كبيرة من جماهير الكرة في بلادنا. سمك حبوا يكسرونا وإحنا ولا ما تكسروا، إحنا ولا غير نديوها بإذن الله، ولا غير نرفدوها ونديفيلو بها، ولا غير نكلوا عليها ضربي يا ربي، نكلوا عليها ضربي، ولا غير نكلوا عليها ضربي يا قلبي جامي كان يخبرنا. قضية وإن بدت في بدايتها بأنها ستؤثر سلبا على الفريق المقبل على مواجهة مهمة في نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بعد تضييعه لقلبه النابض، وأثارت الشكوك حول قدرة السفينة العاصمية على تجاوز فقدانها لمحركها الرئيس. الجزائري واللي سيبورتر تاع الاتحاد العاصمة يوقفوا معايا ونقول لهم الحمد لله راني بيان، ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله. كلمة الاتحاد العاصمة اللي ان شاء الله رعنا كوب دافريك، ان شاء الله يوقفوا مع ليكيب باش ندوا هذه الكوب دافريك اللي حلموا بها، ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله. شك لم يدم طويلا بعد أن حول لاعبو الاتحاد القضية إلى جرعة معنوية إضافية سترافقهم إلى السودان، وهدفهم إهداء الفوز لرفيقهم يوسف بالليلي. إحنا إن شاء الله اليوم نكونوا سوليدار، نديروا اليد في اليد ونحققوا إن شاء الله التأهل لفينال،
ونهدوا ان شاء الله للزميل تاعنا ان شاء الله. هكذا هكذا ولا اكثر نديرهم شغل مبليسي ونلعبوا ان شاء الله ندوها والكتبه ربي هذيك هي يا خويا يعطيكم الصحه يا خويا. يا خويا نورمالمون كما يقولوا ان شاء الله هي اللي تزيد دير لهم بليس كما قال لك. هكذا قولي لهم ان شاء الله نربحوا. قولي لهم شحال نربحوا؟ واحد زوج. مواجهة والهلال السوداني في موقعة أم درمان، خرجت منها كتيبة مولود حملي سالمة غانمة، وتمكنت من وضع خطوة في النهائي الأول في التاريخ بعد الإطاحة بالأزرق الهلالي بهدفين لهدف وقلبية طاولة على أصحابي الديار. Je suis très content pour la victoire. C'est une victoire méritée que je dis à tout le peuple algérien. Inch'Allah, Zidoun Kemel, Inch'Allah. Je compte avec les Habib. Les gens ont fait leur travail. Les gens ont fait leur travail. Le staff technique, le staff médical. Je ne sais pas ce que je dis à Youssef Belay, qui nous donne le fouze. النتيجة المرضية التي عاد بها رفقاء عودية من السودان فتحت الباب على مصراعيه أمام أبناء سوستارا للاقتراب من النهائي الحلم وحتى اللقب. لا وبلا بالليلي ولا بالليلي نربحوا نكونوا ليا سما كلع وان شاء الله ندوكوا بالتفريق. المشهد الثاني من مواجهة النصف النهائي، ورغم النتيجة المحققة ذهابا ابدا الطاقم الفني للاتحاد وكذا اللاعبون حذرهم الشديد وجديتهم الكبيرة للاستثمار في الفوز المهم الذي عادوا به من خارج الديار، الأمر الذي بدا جليا في أولى الحصص التدريبية الاستعدادية. L'adversaire il vient pas en victime, il a raison, il vaut mieux pour lui. Il vaut mieux, il est mené 2-1, donc aujourd'hui il est éliminé, il doit nous mettre deux buts. Il vaut mieux pour lui qu'il vienne en conquérant. Maintenant nous on s'appelle Lusma, on va pas lui ouvrir les portes, on va lui dire venez, rentrez chez nous à la maison. Prenez la victoire, mettez-nous 2-3 buts et vous repartez avec la qualification. Croyez-moi que ça ne se passera pas du tout comme ça. السبت 3 من أكتوبر 2015، اليوم الذي انتظره عشاق الاتحاد مطولا، كيف لا والكهرباء على موعد مع كتابة صفحة جديدة من تاريخ النادي وكسر هاجس الدور النصف النهائي. ولأن المباراة مهمة وكما كان منتظرا شهدت عملية بيع التذاكر التي انطلقت في ساعة مبكرة إقبالا جماهيريا منقطع النظير، فالكل ضبط بوصلته صوب أكشاك ملعب عمر حمادي، غير أن سوء التنظيم الذي طبع عملية بيع التذاكر جعل الأنصار يعيشون حالة فوضى وكاد أن يفسد هذا العرس. تنظيم ما كان والو، 0-0 ولا غير 0-0 إن شاء الله. يا أخوكم دافريك جاي وماذا بينا إن شاء الله نفرح الجزائر إن شاء الله على كل جمعة إن شاء الله. فالأنصار وبعدما عاشوه في عملية بيع التذاكر أكدوا أن ملعب بلوغين أصغر بكثير من حجم المباراة. يا أخو لاشان في التيكيات، لاشان في الدخلة، لاشان في الخرجة، صار ما قريت نحبوا لي يا أخو. نمر الماتش هذا يندير في السقمين يندير شيء هنايا.
هما مؤمنين ديال الفستان خويا، ماشي دابا لوغينا غاسطا، مش داهم الحمادي. الساعة تشير إلى الثانية زوالا، الأمور هدأت نسبيا وعادت حلاوة العرس لتفرض نفسها بعد فوضى التذاكر قبل ساعة واحدة عن فتح أبواب بلوغين. ملعب بلوغين مكتظ عن آخره قبل أكثر من خمس ساعات عن انطلاق المواجهة، ولأن اتحاد العاصمة سمي اليوم باتحاد الجزائر استطاع أن يحظى بدعم كل الجزائريين بما فيهم أنصار الفرق الأخرى في هذا الموعد القاري المهم، دعم تجسد في الجماهير الكبيرة التي فضلت متابعة اللقاء في الساحات الكبرى في العاصمة بما فيها ساحة البريد المركزي للتعويض عن أجواء الملعب الحماسية. في لوطه نصنفها فينا الهدية، يخلونا الدوعة يا خوتي، يلعبونا في سجوية، ماشي هنا يا سجوية، احنا تحت سجوية مش يلعبونه غير. دعم منقطع النظير زاد من عزيمة رجال المدرب حمدي الذين سيروا اللقاء بذكاء وتمكنوا من تحقيق المهم في انتظاري الأهم، وهو الإبقاء على التاج الإفريقي في الجزائر. كانت مهمة صعبة بالنسبة لنا رغم النتيجة الإيجابية اللي درناها في السودان، وهذا راجع بالك ماكري النتيجة بيضاء. أنا فرحان بالتأول هذا، خاصة الأنصار اللي جاوا بقوة من الصباح هما اللي أنا في بلوغين. سي سكو جافي دي جوار أتونسيون لي غا، يا دي جون كي اون با دو ترافاي كي مانش با اي كي سون لا أجوردي بور فوز انكوراجي، إل فو لي ريسبكتي. الحمد لله يا ربي دخلنا للتاريخ، شوف الشعب ديالنا توافد هنا على الساعة تاع الصباح، الحمد لله حقنا الأهم. ان شاء الله نوعدوا، ان شاء الله نديوا الكاس ان شاء الله. هذه ان شاء الله نحن هنا توجور ملي مويا و ني توجور ديريير ليكيب، ان شاء الله تكون على هوتو ان شاء الله. لا با امبورت مي جو بريفير المريخ باش نعاودو نوليو للسودان، نحب نصحاب السودان. اخويا تا هو تاريخي هذايا، وان شاء الله بربي يا خو ربي وكاتبها لنا هذا العام ان شاء الله يا بارك يا خويا، تبارك ربي واحد ما نحيا لنا يا تأهل هو الأول في تاريخ النادي جعل العاصمة وجماهير الاتحاد تعيش ليلة بيضاء، وأملهما الأكبر في تحقيق النجمة المنتظرة، اللقب الوحيد الغائب عن خزائن الاتحاد. نهدوها ليوسف بالليلي وكاع لي جوار ربي يعطيهم الخير ان شاء الله. مولود يا خوتي في الصاره، مولود يا خوتي خوا يوسف بالليلي ان شاء الله يسمعوني. يوسف ان شاء الله يسمع، ان شاء الله فينا الخويا يا ربي. الله اكبر بالليل بالعاشر، الله اكبر بالليل العاشر.
ربحنا والحمد لله اللي ربحنا وان شاء الله لا فينا نزيدو نربحو ندو شوف نوصل لك ان شاء الله يا اخي.